كنا نتمنى ان نشوفهم وبناتي. انا لي 40 سنه ما شفتش بنتي الكبيره في ال، ما أدرى اروح عليها ولا تجيني، عرفت كيف؟ بتمنى اني اشوفها. بالنسبه لمحمد كان مفقود ولقوه، بس اولاده الله يعلم اولاده يعني. وبالنسبه لصفاء وامجد لهالحين يعني مش، لان العماره 6 ادوار وست لهم المي، ف لهالحين ما لقوا، ساكنين في عماره 6 ادوار وصلت لهم الميه لفوق، وحاولوا انهم يعني ينقذوهم ما قدروا، لان الميه رفعه عليهم يمكن يعني قال لك كثير كثير، يمكن 30 متر. هدول شهداء، من مات غريق مات شهيد، ان شاء الله باذن الله ربنا هيك يرحمهم برحمته يا رب، وان شاء الله نحتسبهم عند الله شهداء ان شاء الله. وبتمنى من ربنا اني علاء جوز بنتي الله يا ربي هيك كان الله نجاه يجي ويرجع لنا بالسلامه، وسكن توفى الله نحتسبه عند الله شهيد يا رب، وجميع الشهداء في ليبيا حبايبنا وجيراننا كانوا في ليبيا الله يا ربي يصبرهم يا رب يا رب، ويا رب هيك يهدي بالنا. تعزينا للشعب الليبي الحبيب اللي عشنا معهم فوق 30 سنة، احنا كنا في مقيمين في دارنا نفسها، وما شفنا منهم الا كل خير. واحتسب تعزينا لاخواننا الليبيين، حجم الكارثة ابلغ من واحد يوصف، فقدنا الاحباب والاصحاب، وممكن الوقت ما يسعفنيش اني احكي عن العدد تاعهم، جيراننا واحبابنا واصدقائنا، من ضمنهم ابن خالي ماجد واولاده 3 وزوجته رحاب، وبنت خالي صفاء التميمي. صفاء لها 3 ابناء، بنات وولد، وهي حامل في الشهر 7. يعني كنا متواصل معهم لدرجة أنهم وصلوا للدور 5، وفقدت واحد من أولادها، وبعدين انقطع اتصال فيها لأن المية كانت طالعة للدور 5. يعني حجم الكارثة كبير، وأصحاب كتير نعزيهم. يعني يعني ما أقولكش، أخي مرزوق المدوخ فقد بنته وابنها، كذلك كثير من الفلسطينيين واصحاب الليبيين، واخي محمود الطواب رحمه الله عليه، ونسيبي جوز اختي علاء ابراهيم السر، كثير يعني. ونحتسبهم عند الله كلهم من الشهداء. الحدث كبير والمصيبه كبيره، بس نقول هذا امر الله.